رجعت لنا مره تانية زميلي العزيزه نورهان طمان المتواجده حاليا في مقر جريده اليوم السابع. نورهان صباح الفل عليكي، واتمنى تكوني سامعاني دلوقتي. سامعاك يا كريم، صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وقبل طبعا ما نروح لاخبارنا ونروح لاي حاجه، يعني نقول لكل ام كل سنه وانت طيبه النهارده طبعا بمناسبه عيد الام. احنا هنا من مقر جريده اليوم السابع زي ما عودناكم هنطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه، ولكن ايضا زي ما عودناكم هنفكركم باهم المباريات اللي هتقام اليوم في كاس الاتحاد الانجليزي. تشيلسي هيواجه شيفيلد يونايتد الساعه 3:30 الظهر، وليستر سيتي هيواجه مانشستر يونايتد الساعة 7 مساء. أما بقى في الدوري الإنجليزي، ويست هام يونايتد هيواجه أرسنال الساعة 5 مساء، وأستون فيلا هيواجه توتنهام الساعة 9:30 مساء، وختافي هيواجه أو في الدوري الأسباني ختافي هيواجه إلشي الساعة 3 العصر، وفياريال هيواجه قادش الساعة 5:15 مساء، وفالنسيا هيواجه غرناطة الساعة 5:15 مساء أيضا، وأتلتيكو مدريد هيواجه ديبورتيفو ألافيس الساعة 7:30 مساء، وأخيرا ريال سوسيداد هيواجه برشلونة الساعة 10 مساء. نروح بقى لأول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع. الأهلي يحذر لاعبيه من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال الأجازة. حذر الجهاز الفني بقيادة بيتسي موسيماني الجنوب أفريقي والمدير الفني للنادي الأهلي لاعبي الفريق من التهاون في يعني التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة الأجازة اللي منحها للاعبين عقب العودة من مباراة فيتا كلوب في طبعا دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، واللي كان تفوق فيها النادي الأهلي بثلاثية نظيفة. وطبعا عاد الفريق يعني يوم الأربع الماضي وخد أجازة خمسة أيام، وكابتن سعد عبد الحفيظ يعني يمكن بيطلق تحذيراته للاعبين لطبعا يعني التخوف من تخوفات من تفشي فيروس كورونا. ومن موقع في الجول، محمد صبحي انضمام الشناوي في الاولمبياد اضافه للفريق. قال حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري محمد صبحي، وحارس مرمى يعني اللي يمكن منضم حديثا او منضم لمعسكر المنتخب الاولمبي بقياده كابتن شوقي غريب، انه انضمام محمد شناوي نجم النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الاول لقائمه الفريق في طبعا فعاليات طوكيو المنتظره هو اضافه نظرا لما يقدمه محمد شناوي من امكانيات فنيه واداء فني عالي جدا في الفتره الاخيره سواء على المستوى المحلي او الافريقي مع النادي الاهلي. ومن جريدة الشروق اليوم، المنتخب الوطني يبدأ معسكره لمباراتي كينيا وجزر القمر. يعني قرر طبعا كابتن حسام البدري النهارده بدء يعني معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022، وده يمكن بعد الحاله اللي لمسها حسب ما جاء في تقرير الشروق، الحاله اللي لمسها كابتن حسام البدري على اللاعبين من الإجهاد خاصة بعد عودة لاعبي النادي الأهلي وبيراميدز من المشاركات الأفريقية، وأيضا خوض لاعبي نادي الزمالك المباراة الأفريقية الأخيرة أمام الترجي، وبناء عليه قرر النهاردة يمكن كابتن حسام البدري أن هو يبدأ معسكره استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر. وأخيرا بقى معنا من موقع روسيا اليوم، ليفاندوفسكي يقترب من تحطيم رقم صامد منذ نصف قرن. بيقدم طبعا النجم ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ مستويات فنية كبيرة جدا وعالية جدا، وبيقترب من تحطيم رقم الأسطورة مولر في يمكن هو أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني برصيد 40 هدف في موسم 71-72. يعني ليفاندوفسكي يقترب برصيد 34 هدف ويبقى له 6 أهداف فقط بعد طبعا ما سجل امبارح 3 اهداف في مباراه بايرن ميونخ وشتوتغارت واللي انتهت بفوز بايرن ميونخ والعملاق البافاري ب4 اهداف دون رد. ليفاندوفسكي ينتظر تحطيم رقم مولر، وده طبعا هيكون هو حتى الان ثاني هداف او ثاني هدافين الدوري الالماني. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعوده للاستوديو. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي.